بين دمشق والزبداني انطلقت الرحلة الأولى لقطار النزهة لينفض الغبار عنه ما يقارب 100 عام من التراث والتاريخ متجاوزا أثر الدمار والإرهاب. رحلة دمشقية تعيد إلى ذاكرتنا لحظات توثقت على طريق أحد أهم المدن السياحية بسوريا، واليوم رح نسلط الضوء بشكل أكبر على هذا الموروث الدمشقي مع ضيفنا الأستاذ حسنين محمد علي المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباحكم، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بألف خير يا رب. يا هلا فيك أستاذ. خلينا نحكي أكثر عن هالقطار، قطار النزهة اليوم عم بيتوسع وعم يمتد، عم تمتد رحلته مع انتصارات الجيش العربي السوري. خبرنا عن قطار النزهة اليوم وأيضا مع حلول عيد الأضحى المبارك. مثل ما تفضلتي، نحن المؤسسة العامة للخط الحديد الحجازي عم نرافق انتصارات الجيش وبطولات الجيش. كل منطقة عم تتحرر بفضل بطولات الجيش العربي السوري. عم تقوم المؤسسة مباشرة بتأهيل الخطوط والآليات المحركة والمتحركة وللوصول إلى هذه المناطق. في 2015 بدأنا بإخراج الآليات المحركة والمتحركة من محطة القدم اللي طالها الأعمال التخريبية والإرهابية، وأطلقنا أول رحلة بال 2015 من الربوة إلى دمر على مقطع بسيط، ومن ثم بال 2016 من الربوة إلى الهامة. والتحدي الأكبر كان بعام 2017 بتوجيهات من الحكومة والسيد وزير النقل، قمنا بإعادة تأهيل ما يقارب 36 كيلومتر إلى محطة الزبداني بفترة قياسية، وذلك بفضل الجهود الكبيرة من عمالنا ومن عمال الخطوط الحديدية السورية. تشاركنا مع بعض ولإعادة تأهيل هذا الخط وهذا المحور وإعادة صيانة القاطرات، القاطرة البخارية أيضا اللي عمرها أكثر من 120 سنة، الخط أيضا من عام 1890 أيضا أكثر من 120 سنة. الخط تعرض للتخريب بمناطق عديدة بالهامي، بالفيجي، بالزبداني وسهل الزبداني، كان يعني مخرب بشكل كبير على أيدي العصابات الإرهابية. طب خلينا نحكي شوي عن كيف إعادة التأهيل صارت والمراحل، كيف اشتغلتوا عليها؟ المراحل من خلال عمالنا استطعنا على الرغم من الصعوبات اللي اعترضت تأمين المواد القسم العلوي من رايات وعوارض وبراغي. مثل ما تحدثنا موضوع عمر الخط اللي بيلعب دور كبير بأنه في ندرة لهي المواد وما موجودة حتى ببقية العالم، غير موجودة. بالتالي استطعنا إيجاد بدائل أخرى سواء من مخازن المؤسسة أيضا الموجودة في مناطق خطرة أو من أماكن أخرى، استطعنا استبدال هذه الرايات والعوارض وتأمين البراغي بسرعة كبيرة. وأيضا استطعنا زج كافة عمالنا أو عمال المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية فرع دمشق والمتابعة اليومية للسيد الوزير وتوجيهات الحكومة ومتابعة يومية لعمالنا، وعلى مدار الساعة يعني يوم عمل متكامل من الصباح الباكر حتى المساء لمدة أقل من شهرين تم إنجاز هذا العمل. هناك 6 كيلومترات تم استبدالها بالكامل، ونقوم بهذا العمل بخبراتنا الذاتية وبإمكان وبأعمال يدوية. لا يوجد مكنني لهذه الأعمال، بجهود وعمالنا الأبطال تم إنجاز هذا العمل بأسرع وقت ممكن لنعيد الحياة إلى هذا المحور التاريخي السياحي الهام. يعني سعيتوا لإعادة الحياة بالفعل، يعني كان مبارح الإقبال جيد جدا، دائما عم تلاقوا فيه يعني فرج وأيضا تحدي وصمود عبر يعني المسافة اللي عم تمتد سنة ورا سنة عن طريق هالقطار. مبارح كيف لقيت إقبال العالم إنه القطار من دمشق للزبداني؟ هذا كان إقبال كبير. بنتشكر كمان معنا نقابة الفنانين اللي ساهمت معنا بالقيام بهاي الرحلة، وكان إلى النشاط عبر القطار وأعادوا ذكريات هذا القطار من أغاني شادية وصفر صفر يا بابور أبو صياح. الأستاذ عبد الهادي بقدونس تم القيام بعزف معزوفات معينة في داخل القطار خلال الرحلة. أيضا كان هناك إقبال من المواطنين، من الأهالي، من الأهالي
أهالي المنطقة، كان هناك استقبل بالزغاريد، اعتبروه قطار النصر، صافرة الانتصار اللي أطلقها هي إن شاء الله بتعم على مساحة الجغرافيا السورية. الجميع متشوق لإعادة الركوب بهذا القطار باعتبار أنه قطار نزهة ويصل إلى منطقة الزبداني، بلودان، مصايف الغوطة الغربية. هذا المحور يساهم في تنشيط السياحة الداخلية باعتباره يمر إلى جانب نهر بردة في مناطق سياحية من الدرجة. هناك إقبال إن شاء الله كبير، ومن اليوم بدأت عملية الحجوزات. نعم، يعني امبارح كان افتتاح القطار النزهة للزبداني. رضت لنا زميلتنا ريم سليمان الأجواء، رح نتابعها سوا ونرجع لنكمل حديثنا. رجعيني يا هوى على دار الهوى، على نار الهوى. عاد قطار الزبداني قطار الذكريات، قطار الحب والعشاق. عاد ليسمع صوته لدمشق ولينطلق عبر الجبال بضجيجه الجميل. عاد وكأنه ولد من جديد. طبعا بعد أن قام جيشنا البطل بتحرير منطقة الزبداني من رشد الإرهابيين، وبعد أن تم إعادة الأمن والأمان إلى هذه المنطقة الرائعة وهذا المصيف الجميل الذي يحتضن ذاكرة السوريين لمئات الأعوام، فكان لنا اهتمام بإعادة إيصال قطار الزبداني إلى هذه المنطقة الرائعة، وكان هناك اهتمام من الحكومة السورية بأن يعود هذا القطار بعد توقف 7 سنوات. عودة هذا القطار، هذا القطار هو قطار النزهة، قطار الفرح، قطار كان يأمه السوريين من ذو القديم. هذا التوقف اللي دام لسنوات جاء اليوم مع إعلان مع تباشير النصر لسوريا، جاء إلى مدينة الزبداني، ومشكورة جهود وزارة النقل لأنجز هذا القطار يعني عاد بفترة زمنية قياسية جداً، يتزامن ذلك مع إعادة الإعمار في الزبداني وفي المناطق المجاورة. عاد قطار الزبداني وفي انتظاره آلاف من الناس لتشهد هذا اليوم وتحتفل به وكأنه عرس وطني. كثير جميل هي الفرحة الحلوة أن تعود إلى قلوب الناس في هذا الوطن الحبيب سوريا، وإن جسدت بتجسد من خلال بطولات جيش عربي سوري هم على أرض الواقع من خلال القتال، وأيضا وزارة النقل ووزارة السياحة أيضا على أرض الواقع من خلال المواقع الاقتصادية والمواقع السياحية. فإندل فبدل على أنه الحمد لله الوطن تعافى وعاد أحسن مما كان وأقوى مما كان إن شاء الله بإذن الله تعالى. منحب نقول لهم لوزارة النقل وأيضا لوزارة السياحة ألف مبروك هذا النصر المهداة من الجيش العربي السوري. أنا مو أول مرة بطلع على هذا الافتتاح، أنا طالعة أول من الربوة لدمر وهلأ من هون للزبداني. أنا بس بدي أقول للعالم كله يشوفوا سوريا مهما زموها أو مهما دمروها رح ترجع تنبني ونعيش أحلى عيشة، ونحن السوريين ما حدا بيكسرنا بإذن الله بهمة الجيش العربي السوري بهمة قائدنا بشار الأسد. تواجدنا هو رسالة من وجهها إنه قطار النصر بلش ومشي وإحنا ماشيين مع قطارنا وما رح نوقف بإذن الله. نحن شعب حي منحب الحياة، الحياة مستمرة، النصر أنجزنا وإن شاء الله مرحلة أعمار سوريا قريبة جدا. من 33 سنة بالمؤسسة ونحن هذا وراثي، جدي كان سائق قاطرات بخارية ووالدي كان رئيس سائقين أول سائق قاطرات بخارية، فهذا القطار بدمنا ماشي، واليوم انطباعي يعني لا يوصف، رائع جدا جدا. يعني نحن خلال الأزمة كنا يعني موجودين وهي بس، ولكن بدمنا ماشي هذا القطار، وهلأ اليوم عادت الحياة إنا وعادت لكافة الشعب السوري، لأنه بالطرقات كلياتهم يسألونا أنه إمتى القطار بده يمشي، بيعرفونا كسائقين. نقول لهم بإذن الله يوم الأربعاء عنا أول رحلة، وفترة العيد إن شاء الله عنا رحلة كمان. مبارك لدمشق، ذهب قطار الألم وعاد قطار النصر والأمل بعودة تشغيل خط قطار الزبداني قطار المتنزهات.
استاذ حسنين، كنت عم تخبرنا تحت الهواء انه عن جد في اجواء خاصه بيخلقها المواطن السوري وقت يكون برحله بالقطار، هالاجواء عم ترجع، خبرنا عنها كيف عم تكون؟ لا يعني معروف قطار النزهه تاريخيا ان العالم اللي بتركب فيه اللي بتحجز عليه بتفرغ هذا النهار بالكامل للسياحه وللنزهه، يعني بتاخذ معداتها والاكل والشرب تبعها لقلب القطار، بتاخذ الدربكه، بتاخذ كل التجهيزات، ويعني بيصيروا بيغنوا بقلب القطار وبيتنقلوا بين العربات، بينزلوا بالمحطات بالمطاعم، يعني هو قطار الوقت فيه هو مخصص للنزهه كامل الوقت، انه انا مفرغ هذا اليوم للسياحه وللنزهه، يعني اجواء خاصه لقلب القطار وللمحطات وللمطاعم، يعني يتكامل مع الطبيعة مع المواطنين، يعني بيقضي المواطن نهار كامل مع أولاده مع عائلته بقلب القطار أو بالمطاعم، يعني يوم رائع من الأيام النزهة. خلينا نحكي شوي مشان يعرفوا كل الأشخاص يلي ناطرينه حابين أنهم يكونوا بكرة معكم بالعيد عن ساعات الانطلاق، كم رحلة أول شيء وشو هن الساعات؟ هلأ الساعة الانطلاق هي الساعة 10 صباحا من محطة الربوة، نحن محضرين هاي الساعة بحيث أنه المواطنين يتجمعوا، عندنا قدرة للوصول إلى منطقة الربوة، الحجوزات ممكن الحجز من محطة الحجاز أو محطة الربوي أو الهامة أو عبر على متن القطار نفسه، يعني جاهزين عمال الحركة ليقتطعوا للراكب الإيصالات واللازمة على متن القطار، يعني ما في مشكلة أبدا بالحجز، أهلا وسهلا بالجميع من يرغب بالركوب بهذا القطار. الرحل حسب أعداد المواطنين، يعني هذا الموضوع بما أنه هو قطار للنزهة تتحكم فيه أعداد المواطنين. نعم. قد بيستغرق المدة؟ هلا كل مقطع له شيء، يعني المقطع بين الربوي ودمار لا يتجاوز الربع لنصف ساعه، يعني المقاطع الثانيه تتحمل ساعه او اكثر، يعني حسب المقاطع اللي بده مر فيها، يعني هلا البارحه كان عندنا من تكيه للزبدانه بحدود ساعه. تمام. يعني بقلب هالساعه نحن حكينا انه هو عم يتفرج على المناظر الطبيعيه، سهل الزبدانه، الربوي، كل المناطق اللي بيمر فيها، بالإضافة إلى الفعاليات اللي بتصير ضمن القطار، أيضا في ضمن القطار الموسيقى خاصة للأغاني الوطنية والأغاني اللي بيطلبوها المواطنين الموجودين على متن الرحلة. في نقطة كمان أكيد كل العالم بهم يعرفوها، هي قد إيه تسعيرة البطاقة؟ هلا تسعيرة البطاقة راح تكون كتير زهيدة بموضوع فترة العيد، ما بعد العيد هو يعني بحدود 500 ليرة سورية، يعني عم نحاول نحن وبالعيد؟ بالعيد عم نحاول هلا دراسته يكون مبلغ رمزي، يعني وايضا في اسعار خاصة تشجيعية للطلاب للجروبات المدارس. نعم. يعني اليوم شو أهمية هذا بتشجيع السياحة الداخلية؟ أكيد، يعني اللي بده يرتاد المطاعم الموجودة بالربوة أو بالمنطقة سهل الزبدانة أو المناطق بلودان أو غيرها بيتكامل مع رحلة القطار، يعني بيفضل أنه يطلع بالقطار ويطلع لهاي المصايف ويقضي نهار كامل مع عائلته، يعني بقطار تاريخي بقطار سياحي بيشجع مثل ما حكيت موضوع السياحة الداخلية، بالأخص أنه هو رمزي، هو يعني له مرتبط بذاكرة أهالي دمشق وأهالي سوريا بشكل عام، هو تراث. نعم، يعني قاطرة بخارية حاولنا ندخل فيها مجموعة جينز بأقدم قاطرة بخارية ما زالت تعمل، العربات أيضا والمقاعد وكل ما يحويه القطار هو نوع من التراث، الجميع يحاول أن الركوب والصعود بهذه الرحل. أستاذ حسنين، في أي خطط جديدة حابين تنفذوها وأي مشاريع وفعاليات جديدة ضمن المؤسسة؟ لا، بالنسبة للخطط الاستراتيجية نحن عندنا مجموعة من المحاور داخل مدينة دمشق وبالإضافة منتشرة إلى محافظة ريف دمشق، هاي المحاور عم نحاول نطورها لتصير قطارات كهربائية، عندنا مشروع يسمى مشروع نقل الضواحي بقطارات كهربائية بالتنسيق مع الدول الصديقة، ومشكورة الحكومة والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير النقل، من يومين أخذوا قرار بتفعيل خط أحد المحاور واللي هو المحور الأهم من دمشق إلى مطار دمشق الدولي بقطار كهربائي، أو عم يتم حاليا دراسة هذا الموضوع بشكل دقيق لتنفيذ هذا المحور الهام
العام والحيوي من دمشق إلى مطار دمشق الدولي، واللي بيخدم مجموعة من البلدات الأخرى، وبيخدم مدينة المعارض، وبيخدم قصر المؤتمرات، ووصولا إلى مطار دمشق الدولي. حاليا عم نقوم بتوجيهات من السيد وزير النقل بدراسة هذا الموضوع والتنسيق مع الدول الصديقة للبدء بتنفيذه. يعني دراسة هي المواضيع والأماكن يلي حابينكم توصلوا لها وتخديمها، على أي أساس تعتمدوا؟ شو المبدأ اللي عم تعتمدوا عليه؟ هي المبدأ اللي بنعتمد عليه نخدم أكبر مناطق سكنية ممكنة. يعني المحاور، إذا بتلاحظي إن إحنا المحاور الحالية الموجودة هي بتمر بأماكن حيوية، من محطة الحجاز مثلا، أحد المحاور محطة الحجاز، إلى منطقة الجامعة، إلى الربوة، إلى الهامة والمناطق المحيطة. المحور الثاني من محطة الحجاز إلى منطقة الميدان، إلى منطقة القدم، منطقة الصحناية، الكسوة، الدير علي. المحور الثالث هو من الحجاز إلى منطقة السيدة زينب، إلى منطقة مدينة المعارض، ووصولا إلى مطار دمشق الدولي والمناطق المحيطة. المحور الرابع هو من الحجاز إلى القدم، حوش بلاس، دارية، معظمية، الجديدة، وصولا إلى قطنة. يعني محاور تخدم مناطق سكنية مهمة حول العاصمة، يمكن هذه بمستقبلا أن تساهم هذه المحاور بتخفيف أزمة النقل ما بين مدينتي دمشق وريف دمشق. نعم، يعني هالنقطة كتير مهمة، هو تخفيف أزمة النقل. نعم. يعني قديش ممكن المدة يلي ممكن هالخطط هي تنفذ، يعني على المدى البعيد أو القريب؟ إن شاء الله مثل ما حكينا نحن عم نحاول أنه ندخل كافة المناطق اللي عم يحرر الجيش العربي السوري، وعندنا خطط ودراسات تنفيذية جاهزة لهي المحاور، وقمنا بخطوات تنفيذية. لدينا أنفاق موجودة ضمن مدينة دمشق نسبة تنفيذ فيها تفوق 70% لتفادي التقاطعات المرورية. بالتالي المؤسسة قامت بخطوات عملية وخطوات تنفيذية وبدأت بشكل فعلي بتنفيذ هذه الخطة من أكثر من 5 سنوات، وما زلنا نقوم بمتابعة التنفيذ في المناطق التي يسمح لنا بالمتابعة فيها. اليوم مؤسسة خط الحديد الحجازي، شو هي أكثر الصعوبات اللي عم تواجهها، ويمكن بحاجة لكثير مساعدة من جهات معينة لحتى تتفاداها؟ هلا إذا بدنا نحكي، نحن المؤسسة العامة لخط الحديد الحجازي فيها عدة محاور، محور سككي، محور استثماري اللي هي استثمار العقارات، ومحور له علاقة بالإنتاج اللي هو تصنيع لوحات السيارات. نجي على المحور الأول اللي هو المحور السككي. الصعوبات هلا هي صعوبات فقط تتعلق بمتابعة تنفيذ خططها، يعني دخول للمناطق اللي تعرضت للتخريب والتدمير على ايد العصابات المسلحه، صعوبات احيانا بموضوع التمويل، مثل ما بتعرفوا موضوع السكك يعني بحاجه الى تمويل كبير، سواء من الدوله او من جهات خارجيه، بحاجه الى مساعده من الدول الصديقه، بحاجه الى خبرات من الداخل ومن الخارج لتنفيذ هذه المشاريع السككيه. على المواضيع الاستثمارية، الوضع المؤسسي جيد، ما زلنا نقوم بتأمين كافة نفقات المؤسسة من خلال إيرادات المؤسسة. لدينا مشاريع استثمارية هامة سياحية أو غير سياحية تجارية، مثل فندق سميراميس حاليا يتم إعادة تأهيله بالكامل من قبل شركة وطنية، والتي استقدمت شركة ألمانية لإدارة هذا الفندق من صنف الخمس نجوم. أيضا نقوم بتصنيع لوحات السيارات، ولدينا المعمل الوحيد في القطر الذي يقوم بتأمين لوحات السيارات لكافة مديرية النقل في سوريا. يعني نحن بنتمنى لكم كل التوفيق بالمشاريع المستقبلية يلي إن شاء الله نحن نأمل أنه يتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن لتلبي الخدمات المطلوبة، وأيضا نتمنى لكم رحلات ممتعة وموفقة بكرة بحلول عيد الأضحى، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير لكم ولبلدنا ولقائدنا ولجيشنا العظيم الجيش العربي السوري. شكرا لكم. الأستاذ حسنين محمد علي، مدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، شكرا كثير لكم، كل عام وأنتم بخير، ونتمنى بكرة يكون في توافد كبير من قبل كل الناس على قطار النزهة يلي رح يتوجه للزبداني. شكرا لك. أما محطتنا التالية